قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، معروف معتقد وفعل الكفار، كانوا يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم الذكور. قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وقال تعالى: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. والآيات في هذا كثيرة، وذلك لأنهم كانوا لا يحبون الإناث. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، يعني على ذل، أم يدسه في التراب، يعني يئده. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ما الذي ضرب للرحمن؟ الأنثى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وسبب قتلهم للإناث أنهم كانوا يخافون من العار، وكانوا في بعض الأحيان يقتلون معهم الذكور خيفة من أن يشاركوهم في الرزق. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر،